اغتسلت لم يبقى منها اي شيء. شفت هذه النبتة الصغيرة هي تحتها الحشرة القرمزية. سليمة هنا أتت عليها بالكامل. هنا نبتة صغيرة جدا جدا وبدا فيها الحشرة القرمزية. هذا الهياكل هياكل صبار لم يبقى منها اي شيء. شوفوا معي هنا هذا ما يسمى بالقرنيف. هذه كتسمى قرنيفة. قد اتت عليها حشرة الصبار بالكامل وقد ماتت نهائيا. شوفوا شوفوا معي لم يبقى منها اي شيء. وهذه وكذلك هنا هنا بيضة كالجير ابيض كالصباغ البيضاء. هذه هي الحشرة القرمزية. هياكل نبتة الصبار. لم يبقى اي شيء من نبتة الصبار او من القرنيف. ما بالقرنيف يبقى سوى الهياكل هياكل جامدة. يسمى اقجداف اقجداف اقجداف. سابقا اذا كان هكذا يستعمل في طهي الخبز في الكانون او في طفرنوت، ولكن هذا الان لا يصلح لذلك لانه فيه الميكروب. هذا شوف الميكروب. لا يمكن طهي الخبز بما بهذا اقجداف. هذا هي اوراق صبار ولكن الآن أصبحت ميتة. القجدف سابقا تستعمل لطهي الخبز ولكن الآن لا يمكن ذلك لأنها تحتوي على الميكروب وعلى الحشرة القرمزية. ملي كتاكلها الحشرة القرمزية كتخمج خماج ومن بعد تموت نهائيا. التي تتواجد في سوس في نواحي سوس. هذا كنقول له أفياش وسوف نتحدث على هذه النبتة هذه الشجرة التي تعطينا زيت أريان في فيديو قادم بحول الله. الثمار الثمار ديال شجرة الأريان أفياش هذا يسمى بأفياش. هذه النبتة المسمات
التين، التين الشوكي أو القرنيف الذي يعطي فاكهة أكناري. أنا شخصيا كنت أبيع أكناري سابقا في بداية التسعينيات ب20 سنتيما للواحدة، يعني 4 دريال. في ما نحن الآن في 2022، اليوم تباع ابتداء من 5 دراهم حتى 9 دراهم لأكنارية الواحدة، والبنة ما بقاتش هي هذيك، وما كايناش كملت هذه نبتة الصبار أو التين المذكورة في القرآن في الآية الكريمة: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. هذه هياكل لم يبقى منها أي شيء، لقد دمرت بالكامل، دمرت بالكامل، دمرت بالكامل. شوفوا معي هذه الحشرة القرمزية بالعين المجردة، غادي نقولوا هذه الصوفة أو القطن، الصوفة والقطن، ولكن ليس كذلك. وشوفوا عديدة. شوفوا معي على نبتة الصبار، هنا شوفوا معي نبتة الصبار جد صغيرة، صغيرة جدا، هذا القرنيف، ولكن ما بقاش عنده المناعة، ما بقاش عنده المناعة. شوفوا الفاكهة، يسمى بأكناري أو تكناري بداش الحيت، جد صغيرة. فيها 3 أنواع، كاين الأحمر والأصفر والأبيض. هذا أحمر، شوفوا ولا صغير جدا بحال الكرموس، ولكن هو أكناري كما نعتمد، أكناري كبير، ولكن دابا هذا صغير جدا، مبقاش المناعة عنده. بدات فيه هذه الحشره القرمزيه، أعزائي المشاهدين، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم بحول الله. ما تبخلوش علينا بالاشتراك وبجيم، ويمكن نسوا بعض التعليق. شكرا، وإلى فرصة قادمة بحول الله.